ولسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن التاك بول اللي احنا دلوقتي موجودين في ملعب بتاع في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. لعبة يمكن هي مشهورة ومعروفة في دول كتير جدا، لكن لسه في مصر احنا متعرفين عليها من قريب، ولكن في برضو لاعبين كتير موجودين دلوقتي في مصر ليهم علاقة بهذه الرياضة. المفروض ان احنا يعني بنبتدي دلوقتي نشوف رياضيين كتير دلوقتي في مصر، يمكن هي اللعبه فعلا والترابيزه بتبقى موجوده، يمكن في رياضيين كتير جدا بيبقوا حابين ان هم يمارسوا الرياضه دي كنوع من انواع الترفيه، لكن الموضوع دلوقتي بما انه عدد رياضيين او عدد الاشخاص اللي بتحب تمارس الرياضه دي زاد مؤخرا، خلينا نعرف اكتر عن التاك بول من احمد مصطفى احد اللاعبين التاك بول. ازيك يا احمد؟ احكي لنا بقى عن تاك بول. هي لعبه مشهوره جدا في العالم، من يعني بدأ انتشارها اكتر يوسع في 2017، بقى ليها بطولات عالم وليها كاس عالم بره وليها بطولات في اوروبا، في تحديات كمان في افريقيا معموله هنا منها، كانت في بطوله معموله من 15 يوم كانت في تونس. احنا كنا عايزين نلعبها، كنا نتفرج على الفيديوهات بتاعتها عشان كان في نجوم كتير قوي في العالم بقى، او معظم الانديه في اوروبا دلوقتي او في العالم كلها بقى عندها تيك بول في النادي عندهم. انت تعرفت يعني، خلينا ناخدها كده من الاول. الانديه من الفيديوهات بتاع الانديه كان برشلونه وكان مانشستر سيتي وكان كمان عندنا باريس سان جيرمان عندهم ترابيزه تيك بول في المكان بتاع التدريب بتاعهم، فشفنا الفيديوهات بدانا نخش على الويب سايت بتاع التيك بول او على الانستجرام بتاعهم، بدانا نشوف بقى الفيديوهات وعرفنا ان في بطولات عالم وليها قوانين وليها رولز، بس ما كانش في مصر حد عنده ترابيزه تيك بول كانت موجوده خالص. ليه بقى؟ ايه الفرق؟ ايه الاختلاف في ترابيزه التيك بول؟ احنا شايفين الترابيزه كيرفد او فيها منحنى كده شويه، عامله زي البينج بونج شويه، بس هي لو نفس المستوى بتاع البينج بونج اللي ستريت، كره هتطب هتروح بعيد او كره هتقف، الكره هتقف مش هتطب، لو ما فيهاش كيرف مش هتروح، مش هتوصل الناحيه الثانيه. طيب احمد، لما عرفتوا بقى ان هيتم هنا تنظيم بطوله للتاك بول هنا في العالمين، ايه اول حاجه كنت حريص ان انت تعملها؟ تعالى بقى واحنا بنروح له. اتبسطنا جدا ان في بطوله حصلت في مصر، او في حد بدا يهتم ان في بطوله تتعمل للتيك بول، فدي حاجه بسطتنا ان احنا نشارك، بعيد عننا ما تخافيش ان احنا نشارك، فكلنا اللي احنا بنحب بقى التيك بول قلنا نجرب ما نيجي نروح، بعدين المكان جميل بصراحه جدا وبتلعب على البحر، فاكيد دي حاجه لطيفة جدا. طب ال يعني خليني اقول الملعب بتاعكم او التنظيم اللي موجود هنا انت شايفه ايه بال يعني ضمن ال الماتشات اللي انت بتتابعها او فعاليات التاك بول عامة اللي انت بتتابعها حول العالم؟ هي حاجة كمان اكيد حلوة اللي انت بتلعب تيك بول وبعدك في نجوم من الجيل الذهبي هيلعبوا كورة وبعديك، فانت تقعد تتفرج عليهم وانت بتشارك، فاكيد دي حاجة تكون ممتعة جدا. وكمان في عندنا من احسن اثنين لاعبات في العالم ناتالي ومايا جايين برضو، فدي حاجه تجذبك ان انت تيجي تشوف الناس دي بيلعبوا ازاي او طريقه لعبهم ازاي او هم ازاي بيتمرنوا او الحاجات دي كلها، دي حاجات بنقدر نتابعها على السوشيال ميديا بس ما شفناهاش بعينينا، فاكيد بتبقى حاجه جميله جدا طبعا. تعالى بقى نشوف لعيبه التاك بول. يا جماعه مساء الخير، يا جماعه مساء الخير، انا خفت قلت اوقفكم بس قبل ما يحصل حوادث. عاملين ايه؟ انا مبسوطه جدا كمان يعني ان في جنسيات مختلفه صح؟ وفي بنات، معلش انا هنحاز للبنات وهبتدي ليديز فيرست. ازيك؟ اسمك ايه؟ اسمي هايدي جابر. هايدي احكي لي بقى عن التاك بول، كان لسه احمد بيقول لي ان هي لعبه صعبه جدا، رياضه صعبه جدا. هي بس مسليه يعني، وعشان بحبها فمش هيفرق قوي هي صعبه ولا سهله، انا كده كده بلعب كره قدم فعشان كده الموضوع اخف. عشان كده سهله بالظبط يعني، فهي لطيفه بصراحه يعني. طب احكي لي عن الاجواء هنا، مبسوطه؟ جدا. انت بتلعبي التاك بول او تمارسي التاك بول هنا في العلمين الجديده في الجو ده، احكي لي عنه. لا هو عامه ما كنتش متخيله خالص ان احنا اصلا ممكن نعمل بطوله التاك بول هنا في مصر عامه، فاللي هو كنا بنلعبها فور فان انا واصحابي، ممكن نحجز في المعادي في تيك بول امباير، هم تقريبا الناس الوحيده اللي في هناك ممكن نروح نحجز نلعب تيك بول بس. فلما عرفنا بصراحه ان في بطوله يعني قلنا دخلنا على اللينك وحجزنا وقلنا نيجي بقى نجرب، يعني اول مره بصراحه. لعبه التيك بول هي ثاني مره بجربها بحياتي، بس باذن الله تعالى انا داخل هون بالبطوله وان شاء الله بدي انافس. انا شايفه في قوه وحماس وثقه. ان شاء الله ان شاء الله. بتمارس التاك بول من زمان؟ لعبت تيري من قبل سنه اول مره وعجبتني كثير، بس لما رجعت على السعوديه ما كانت كثير منتشره، فهلا اجيت على مصر مره ثانيه وان شاء الله تعالى هنجيبها للسعوديه بقى لازم باذن الله. شايف في منافسه قويه يا جماعه صح؟ الله يسعدك يا رب، شكرا كثير. طب احكي لي، شايف بقى العلمين ازاي؟ العلمين الجديده في متكامل موجود في وقت الفستيفال او المهرجان؟ رهيبه رهيبه جدا، البحر هون طبعا ما شاء الله تبارك الله من جد من اجمل خليني اقول البحور اللي موجوده بالعالم، من اجمل الشواطئ اللي موجوده بالعالم، البحر نظيف، الناس حلوه، برضه المشاريع اللي هون طالعه ما شاء الله بتفتح النفس فعليا، مبسوط جدا بفتره اقامتي وان شاء الله تعالى حاجي كمان بعدين باذن الله. اكيد احنا بنبقى سعداء ان انت موجود معنا. اول مره ليك هنا ولا جيت؟ اول مره. نورنا دايما. الله يخليك. سي بشار، تعرف عليك؟ انا اسمي زياد. زياد
بتلعب تيك بول من زمان؟ بلعب بقالي سنتين تيك بول، هي ما كانتش منتشره يعني السنين اللي فاتت هنا في مصر، بس حاليا يعني بقت في كل حته تقريبا، بقيت بشوفها يعني في اماكن معينه في المعادي. بس وانس ان انا لقيت ان في تورنمنت وفي ناتاليا وفي مايا، يعني دول اصلا عايش يعني بتابعهم من زمان قبل اصلا ما التيك بول كمان تيجي، فتحمست جدا يعني ان انا ابقى موجود. انا كنت شايفاك عمال بتضحك هنا واحنا بنسجل، كنت بتضحك على ايه؟ لا هو معايا في الفريق، فاحنا عمالين نختار مين الضعيف ومين القوي وبنشوف اضعافهم. عمالين مين بقى اخترتوا مين؟ لا كلهم الصراحة أقوياء. لا ما أصل كان في سايد توك هنا، كان في حاجة بتحصل هنا. لا خالص، كنا بنشوف التكنيكس هنمشي ازاي وكده، بس لا بالطريقة على الرملة، لأن احنا عمالين نقع، بس يعني الموضوع صعب. بس يعني أنا هعتبر إن دي الإجابة وهسيبك عشان ما أحرجكش. طب قول لي إيه بقى أخبار الجو هنا والفكرة إن أنت بتلعب على البحر؟ احكي لي أكتر بقى، أول ما عرفت إن في بطولة هنا التاك بول وفي هتقابل ناس كتير من الناس البورد بتضحك، انا مش قادره توترني. انا مستعد للاجابه دي، لان اوريدي انا عايش الكوره طبعا، فلعيبه مصر السابقه يعني دول عشق طفولتي وهم اللي اسعدوني كتير وانا صغير، فطبعا لما الاقيهم قدامي هنا وانا شايفهم قدام عينيا، فدي طبعا كانت اكتر حاجه ممكن تخليني اجي. بلس كمان ان انا دي اكتر حاجه برضو بحب العبها يعني في السنتين الاخير يعني، فانا ما كنتش قادر اقاوم ان انا ما اجيش الصراحه. نفسك ايه بقى الفتره اللي جايه، او يمكن في الاديشنز اللي جايه او النسخ اللي جايه من المهرجان يكون موجود؟ التيك بول اكيد كده لازم تبقى مين، بلس بقى ان انتوا عايزين نلعب مع اللعيبه. برضه محاطك كبيره. لا لازم. صح. طب قول لي انت ايه اكتر حاجه مستني تشوفها، ايه اكتر حاجه انت متحمس ان انت تكون موجود فيها ضمن فعاليات المهرجان؟ الصراحه اللي انا نفسي العبه مع مايا وناتاليا يعني، اتمنى. لا ان شاء الله. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، واقول لهم على فكره انت كنت بتختار وبتتفق مين القوي مين الضعيف. الموضوع ده انا هروح اقول لهم. ثانك يو زياد. ثانك يو.